قلب الدفاع صلاح عبود يسلمها لمهند ابو زيد. ابو زيد يتدرج يمشي ويعدي. ابو زيد يبحث عن زميل يسلمها لمهاجمهم النايلي. دربك في وسط الملعب والسافره من بسط شهوب مميزه جدا وصلت هناك عند بودبوس. احمد بودبوس يحاول المراوغه يمشي ويعدي. يمشي احمد ممكن يسدد كره تسديد مرت سلامات. اعتلت العارضه الكره الاخيره محاوله طيبه من بدايتها. مخزوم غير الكرة على اليمين وسلمها لأحمد بودبوس الجناح الأيمن اللي راوغ ودخل للعمق بسارة حط الكرة لكنها اعتلت العارضة. اعتلت العارضة المحاولة الأخيرة انتظار تنفيذ ساقطة داخل المنطقة خطيرة ومرت سلامات. مرت الكرة من أكثر من لاعب. محمد يدرج بالكرة، محمد ينزل ويعدي، يدخل داخل المنطقة يمشي، وقت العرضية يا محمد خطيرة لفريق الضارة، إبعاد أول، الثاني الرويمي والإبعاد من الشريمي، وأبو شعالة. لمن ستكون الغلبة؟ لمن سيكون الانتصار؟ عبد اللطيف الورفلي إلى المدني، إلى عبد اللطيف، استلام دوران يا عين يا عبد اللطيف، إلى البوركي، لمسة واحدة على اليمين، تمشي للمهاجم عمر المغربي، عمر المغربي. سلام يحط الكرة أمامه وقت العرضية يلعب العرضية خطيرة للظهرة والإبعاد من هاشم بلتو. اللاعب بشير فوزي اللي سلمها لي أحمد أبو دبوس ولكن افتكاك للكرة من محمد الشريف. افتكها من جديد بشير. بشير يعدي يدخل المناطق. بشير يلعب الكرة للأمام مميزة جدا والوصول من بيوك. وصول لبيوك على مرتين والثالثة ما زالت الكرة. البوركي إلى عبد اللطيف يحاول المراوغة. عبد الحي حي وذكي في الكرة الأخيرة. رحيل مختار يحاول خطيرة للظهرة خطيرة لولد تريبولي ولكن محسن الشريف حطها في يدين حارس المرمى حطها في أحضان محسن الشريف. محاولة خطيرة وباتة دفاعية وفرصة الهدف الأول للأحمر والأسود ضاعت هباء منثورة. شريمي يا عيني يا شريمي لمسة على اليسار يلعبها للأمام هذه خطيرة لفريق البشير ولكن الكرة طالت. المغربي بعد نقلة تمشي لرحيل مختار. رحيل يحاول المراوغة يراوغ ويعدي إبعاد وتدخل ودربكة. رحيل خطيرة ماشي للظهرة يعدي ولد الظهرة عبد اللطيف يراوغ ولكن تدخل مميز جدا من الشريمي. شروط يلمسها للزريدي. الزريدي يدخل في الزحمة. الزريدي يراوغ بطريقة مميزة. يا عيني يا زريدي يا عيني يا زريدي ولكن على حمودة والإبعاد من بيوك. محاولة طيبة ومراوغات طيبة من الزريدي ولكن الكرة تحولت لركنية بعد تسديدة من الظهير الأيسر حمودة. رحيل مختار الشريمي. الشريمي يفتكها اللمسة من بلتو للأمام. الزريدي المزعج هذا القصير المكير هذا المتعب لدفاعات الظهرة هذا المهاري عدي ويسدد ولكن عادت. بودبوس لمسة إلى الشريمي يحاول يحط سبونتا لبودبوس. الإبعاد الإبعاد الأخير يلعبها داخل المنطقة. محسن الشريف يخطئ ولكن الكرة غادرت أرضية الملعب. الفلي نقلة خاطئة. عبد الحي أبو شروط بعد من الدفاعات يغير الكرة بالراس وعبد الله البهلول موجود. محسن الشريف محسن السافرة. إذا عزيزي المشاهد الكريم متابع ليبيا الرياضية يطلق عبد البسط شهوب صافرته معلنا عن نهاية اللقاء بين الظهرة والبشاير بالنتيجة السلبية 0-0 في أول جولات الدور السباعي المؤهل للبطولة الممتازة.